السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى الأقلام، حيث سنرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية، ولكن كما هو المعتاد بعض أهم العناوين. نقرأ من الهيئة: استمرار التحقيق بالانتهاكات التي ارتكبتها القوات البريطانية ضد العراقيين. في صحيفة المدى: سيناريو متوقع لتشكيل أكبر كتلة برلمانية تضم سائرون والنصر والوطنية وأحزابا كردية. وفي موقع كتابات: مبعوث ترامب على خط مباحثات التشكيلة الوزارية الجديدة. من الجزيرة نت: أوروبا والصين وروسيا تبحث اتفاقا جديدا مع إيران. في العربي الجديد: لجنة التحقيق الدولية في أحداث غزة نصف إدانة لإسرائيل. أما في القدس العربية: الاستخبارات التركية تتحرى معلومات حول احتمال تعرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمحاولة اغتيال في البوسنة. وفي صحيفة الحياة: الفصائل الفلسطينية ترحب بقرارات القمة الإسلامية ومجلس حقوق الإنسان. في مقالتنا الأولى يقول الكاتب طلعت رميح في مقال بموقع الهيئة نت: أشعر الآن بالحيرة في توصيف الانتخابات التي أجرتها سلطة احتلال العراق تحت عنوان تشكيل البرلمان وتحديد من سيرأس السلطة التنفيذية أو مجلس الوزراء. هكذا كانت الانتخابات كسابقاتها لعبة لتداول السطوة والنفوذ بين الأطراف التي قبلت التعاون مع الاحتلال، سواء كان أمريكيا أو إيرانيا، يدعى فيها الشعب العراقي ليكون المشهد انتخابيا دون أن يكون لرأيه وموقفه تأثير يذكر، إذ الحكم والبرلمان على حاله منذ الاحتلال حتى الآن، لكن ذلك كله لا يعني أبداً اللا جديد. نعم، هناك جديد في هذه الانتخابات، بل جديد كثير. وأول الجديد أن صوت الشعب العراقي ظهر الأعلى من ضجيج كل هؤلاء المتعاونين مع الاحتلال. الشعب العراقي أرسل أبلغ رسالة مفادها أنه لم تعد تنطلي عليه لا لعبة الانتخابات ولا لعبة الطائفية، وهذه أهم دلالات التصويت لمن ذهب إلى التصويت، وأهم دلالات في موقف من رفض الذهاب مجددا في دوامة لعبة الانتخابات. وثاني الجديد أن فشل الحكم الطائفي فالمالكي ترنح والحكيم لم تجد نفعا معه حكاية التحول وتغيير ثوب اسم تياره، والعامري لم يحرز ما أحرز من نتائج إلا بالقهر والتزوير، والعبادي ورغم كل ما قدمه من شعارات القضاء على الفساد ورفض الطائفية لم تنطلي ألاعيبه على الناس. أما الجديد الثالث والأهم فهو دلالات إحراز نتائج أعلى تحرك الصدر بشكل ملحوظ لحشد أطراف أخرى عبر شعارات ترفض الطائفية والفساد، أو هو حاول إعطاء جرعة تنفسية للعملية السياسية للاحتلال. ولذا تحدث الأمريكيون عن موافقتهم على بلوغ الصدر مبلغ التيار الأول في الانتخابات. هنا يمكن القول أنها اللعبة الأخيرة وأن العراق انفتحت أبوابه على التغيير الفعلي والحقيقي في غد قريب ينفض فيه أهل العراق تراب العملية السياسية الحالية برمتها ويذهبون به في طريق بناء نظام سياسي وطني ديمقراطي حقيقي. يبقى جوكر جولة الحوارات الحالية داخل الكتلة الشيعية، بل وفي الترجيح للكتلة الأكبر في البرلمان الجديد هو حيدر العبادي نفسه، وهو قائد برز بعد أن انفتحت أمامه فرصة الحصول على كرسي الحكم نتيجة القرارين الداخلي المرجعية الشيعية والخارجي الإيراني والأمريكي بعدم التجديد لولاية ثالثة للملكي، ونتيجة أيضا الخوف من ضياع حكم حزب الدعوة تم اختيار العبادي، وانتهى دور القرار الخارجي بعد تولي العبادي للحكم واتباعه ذات التوجهات السياسية السابقة.
والتي لم تخرج عن الهيمنة الحزبية، واستمرار نشاط الفاسدين وسرقتهم للمال العام، وبقاء العراقيين في ذات الحال البائسة. عملية تفكك البيت الشيعي كانت مدوية، وأصبحت محاولات طهران لإعادة ترميمه في مهاوي الفشل، وقد تكون بداية جدية للخروج من هيمنتها التي كلفت شعب العراق ثمنا باهظا. ويبقى رهان الملك الجدي هو على كسب حيدر العبادي وقائمته النصر إلى تحالفه، رغم معركة كسر العظم الحزبية والإعلامية التي تصاعدت في الأيام الأخيرة من شوط الانتخابات. وهنا استعان بطهران عن طريق مسؤول الملف العراقي قاسم سليماني لإيجاد نقطة اشتراك سياسية بينهما تحت عنوان وحدة الشيعة، والتي قد يستعد خلالها المالكي لمنح العبادي كرسي رئيس مجلس الوزراء. لكن المعطيات السياسية التي أفرزتها الانتخابات بعزوف الناس عن الذهاب لصناديق الاقتراع تشكل قوة ضغط هائلة في محاصرة التوجهات التي قادها المالكي خلال السنوات العشر الماضية، وهو غير قادر أو راغب في مغادرتها. ولن يضيف لبسه ثوب الأغلبية السياسية سلاحا مفيدا لحملته هذه، وفق مشورات بعض السياسيين المستقلين الشيعة الذين عرفوا وامتلكوا إمكانيات حرية حركتهم داخل الفضاء السياسي العراقي. القراءة العميقة للظرف السياسي المحلي والعربي والدولي الذي تمر به التجربة السياسية في العراق لا توضع لها الحلول وفق النيات الفردية الطيبة التي يتمتع بها دون شك العبادي، لكن في قدرته على بناء وتطبيق برنامج استراتيجي إصلاحي شامل لا ينفرد هو بزعامته ولا يحصل على مباركة من قوى طائفية بالبلد لها مصالحها الخاصة، وإنما بمشاركة كل الوطنيين العراقيين لبناء دولة المواطنة ومؤسستها. لا تعنى بتوزيع حصص الوزارات والمناصب لهذا الموالي أو ذاك، وإنما وفق مبدأ تكافؤ الفرص العادلة للجميع. انتهت الانتخابات وبدأت معركة التحالفات، هكذا كتب سامي الزبيدي في مقال بصحيفة الزمان العراقية. فمعركة الانتخابات انتهت، وأقول معركة لأنها تحمل صفات المعارك من هجوم ودفاع ووقوع خسائر بشرية ومادية فيها. ومعركة الانتخابات جرت بين أحزاب وكيانات وتحالفات عدة، فكان فيها منتصرون وفائزون وخاسرون. قد أسفرت هذه المعركة عن انتصارات كبيرة لكيانات معينة وخسائر كبيرة أيضا لأطراف وكيانات أخرى. سينتظر الشعب العراقي عما ستتمخض عنه معركة التحالفات على أحر من الجمر، خوفا من تدخل أطراف دولية خصوصا دول الجوار لتؤثر في شكل التحالفات المقبلة، وخوفا من عودة الأحزاب والساسة الفاسدين الفاشلين تحت عباءة التحالفات المنتظرة لتتصدر المواقع المهمة في الدولة والحكومة. وسيعود نفس الطاس ونفس الحمام كما يقول المثل العراقي، وسيشهد العراقيون 4 سنين عجاف أخر ربما أسوأ من سابقاتها لا سمح الله. وإلى أن تنتهي معركة التحالفات فلا حول للشعب ولا قوة، وليس له إلا الانتظار والترقب. يضيف الكاتب: والآن وبعد أن انتهت معركة الانتخابات وفرح المنتصرون وخاب الخاسرون، ستبدأ معركة جديدة لا تقل شراسة عن معركة الانتخابات. إنها معركة التحالفات، ولو أن المؤشرات واضحة لأشكال التحالفات التي ستغلب عليها الصبغة الطائفية بلا شك، وستستمر معركة التحالفات مدة أطول من معركة الانتخابات، لأن نتائج الانتخابات قلبت موازين القوى والصدارة في هذه الانتخابات، فتصدرت كيانات جديدة وتذيلت كيانات كانت تتصدر المشهد السياسي طوال سنوات ماضية. ما مستقبل العراق بعد الانتخابات؟ المتفائلون يرون أن نتائج الانتخابات ممتازة، أفرزت تغييرات جذرية على مستوى الحكم والحكومة، لكن التغيير لن يجد طريقه بحسب الكاتب شملان يوسف العيسى في صحيفة الشرق الأوسط. التساؤلات حول النتائج كثيرة والإجابات ستكون صعبة. هل نتائج الانتخابات الأولية تدعو إلى التفاؤل؟
أم إلى التشاؤم بمستقبل العراق واستقراره؟ هل تتغير توجهات الحكومة العراقية بعد إعلان النتائج الأخيرة نحو حكومة وطنية؟ أم تبقى المحاصصة السياسية كما هي في السابق؟ وماذا تعني هذه النتائج بالنسبة لعلاقة العراق بكل من واشنطن وطهران؟ وماذا تعني نتائج في توجه العراق وعلاقته مع العرب بشكل عام والخليج بشكل خاص؟ شركاء العراق الدوليون بدأوا يدعمون النتائج التي من شأنها إضعاف حلفاء إيران إلى حد كبير داخل العراق. والسؤال، إلى أين يتجه العراق في الصراع القائم بين إيران والولايات المتحدة؟ طهران لديها قوة ونفوذ وتأثير سياسي قوي على الأحزاب والميليشيات الشيعية، وعلى رأسهم هادي العامري قائد الحشد الشعبي. أما بقية رؤساء الأحزاب الموالية لإيران فقد أسقطهم الشعب العراقي والمرجعية الدينية في الانتخابات. الولايات المتحدة وإيران لديهما مصلحة في إبقاء الأوضاع في العراق كما هي، فكلا الطرفين يدعم حكومة العبادي المعتدلة. المتشائمون أو الواقعيون يرون أن الانتخابات وحدها لن تحدث المعجزات، فنجاح الديمقراطية يتطلب تغييرات مجتمعية عميقة تفرز شعبا يؤمن بالعدالة والمساواة واحترام الآخر. نأمل أن تدعم دول مجلس التعاون العراق بقوة، لأن استقرار العراق هو الضمان الوحيد لاستقرار المنطقة حسب الكاتب. كيف تهرب النصراوي ثم تعيده؟ هذا العنوان استلم الكاتب علي حسين مقالته أو استهلها، حيث تطرق إلى عودة محافظ البصرة الهارب، كيف أن السلطان أو السلطات استقبلته ولم تحاسبه. كنت أنوي الكتابة عن ذكرى مرور نصف قرن على انتفاضة الطلبة في فرنسا، وهي الأحداث التي دفعت سياسيا ومحاربا بحجم ديغول أن يقدم استقالته وينفي نفسه إلى قرية في الجنوب لكي يكون بعيدا عن مجرى الأحداث، بعد أن خرج الطلبة يتظاهرون ضده وهم يحملون لافتات كتب عليها ديغول ارحل. 10 سنوات تكفي لكي يتقاعد الرجل الذي أنقذ فرنسا من سطوة هتلر ووضعها في مصاف الدول العظمى. لم يجد سوى جملة واحدة قالها لمساعديه: سأرحل، لا شيء أهم من فرنسا مستقرة. إلا أن الأنباء نقلت إلينا خبرا مفرحا هو عودة المجاهد ماجد النصراوي إلى البصرة. وتتذكرون معي أن النصراوي غادر في ليلة ظلماء إلى موطنه الأصلي أستراليا، بعد أن خمط ما خف حمله من أموال المحافظة. ولأننا شعب طيب توقعنا أن الكبار في الكتل السياسية سيدركون أن الشعب لا يريد عاليا صيف ورفيقتها زيتون حسين، ولا يعشق طلة خلف عبد الصمد، ولديه حساسية من كاظم الصيادي وأسامة النجيفي. لكن يبدو أن هذه البلاد العجيبة لا تستطيع العيش من دون رموز سياسية، وسيضاف لهم رموز جديدة من عينة حمد الموسوي. حين يطمس التغيير تحت شعارات سياسية زائفة تصبح الديمقراطية مجرد واجهة لسرقة أحلام الشعوب، هكذا ختم الكاتب مقاله. ثمة مؤشرات عديدة تتجمع وتشير إلى صعود نزعة عداء شبه عنصرية، إن لم تكن عنصرية بحتة، ضد الفلسطينيين في أوساط مؤسسة الرئاسة الأمريكية والكونغرس، فضلا عن دوائر اليمين المتصهين. وهي نزعة معاداة الفلسطينيين سوف تدخل ترامبية في التاريخ الفلسطيني بكونها الحقبة الأمريكية الأكثر بشاعة، والتي عزز فيها الرئيس الأمريكي نفسه نزعات وسياسات لاحتقار الفلسطينيين وكراهيتهم، ترجم تلك الكراهية إلى قرارات سياسية مدمرة، بدءا من نقل السفارة الأمريكية للقدس إلى تغيير الموقف الرسمي الأمريكي من المستوطنات والاستيطان، ثم مرورا بتقليص المساهمة الأمريكية في ميزانية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى النصف، حسب الكاتب خالد حروب في مقال نشرته صحيفة الحياة. في الحروب الأمريكية البيضاء ضد الهنود الحمر تم توظيف الدين واستغلاله إلى حد أقصى، وتبرير الهولوكوست المسكوت عنه ضد السكان الأصليين، حيث أبيد منهم ما بين 20 إلى 30 مليونا على يد البيض القادمين من أوروبا،
الهاربين بدينهم من البطش الكاثوليكي المتعصب في القارة. من منظور ديني عنصري، تم وضع الهنود الحمر في مرتبة أقل من البشر، واعتبرت أرواحهم ملعونة ولا تستحق الرحمة، بل إن الرحمة الوحيدة التي يمكن ممارستها معهم هي قتلهم حتى تتخلص أرواحهم من عذابات اللعنة التي طاردتهم بسبب بعدهم عن طريق الرب أو عدم وصولهم إليه. وإجمالاً وتبعاً للأكاديمي البريطاني مايكل بريور، فإن المنظور الديني المحور والمؤول الذي وظفه الاستعمار في شكل عام يرى في تلك الشعوب المستعمرة غير المسيحية، سواء كانت الهنود الحمر في أمريكا والسكان الأصليين في أمريكا اللاتينية ونظرائهم في إفريقيا بطولها وعرضها ثم العرب في فلسطين، بأنها كانت محكومة بالخطايا الأبدية، ولذا كان عليها أن تخضع لخيارات القوة المسيحية البيضاء. والخياران الوحيدان أمام هذه الشعوب هما تطهير أرواحها عبر التبعية للاستعمار، وإما مواجهة خيار الإبادة. هذه الكراهية المتصاعدة هي التي تبرر الصمت الأمريكي عن كل السياسات والممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وحتى عدم التعليق على أكثر التصريحات الإسرائيلية عنصرية ونازية، مثل تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي ليبرمان بأنه لا يوجد أبرياء في قطاع غزة، أي أن قتل أي فرد من المليوني فلسطيني في قطاع غزة أمر مسوغ، وهي الكراهية التي وحدها تمكننا من فهم كلمة نيكي هيلي المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، وهي تحمل الفلسطينيين الضحية مسؤولية أن تقوم إسرائيل بقتل أكثر من 60 منهم وجرح أكثر من 2700 في مسيرات العودة في غزة. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. تميز مجموعة من السحالي تعيش على جزيرة غينيا الجديدة، تميزت بواحدة من أغرب السمات لدى أي حيوان، وهي لون دمها الأخضر. يسعى العلماء جاهدين لاكتشاف الفائدة التي ربما تعود على هذه السحالي من هذه السمة الناجمة عن مستويات عالية من عصارة صفراء مخضرة سامة بطبيعتها. كريستوفر أوستون أمين متحف العلوم الطبيعية التابع لجامعة ولاية لويزيانا قال إن تركيز هذه العصارة التي تعرف باسم بليفريدين في الدم يتغلب على اللون القرمزي أو خلايا الدم الحمراء، مما يلون دماءها وعضلاتها وعظامها وأنسجتها المخاطية باللون الأخضر الليموني. وما زال العلماء غير واثقين من المنفعة التي قد تعود على السحالي من هذه الدماء الخضراء الموجودة أيضا لدى أنواع من الأسماك والضفادع والحشرات. إن الفرضية التي لدينا الآن هي أن طبيعتها الفيزيولوجية الغريبة والسامة ربما تطورت لتقلل أو تمنع الإصابة بعدوى طفيليات الدم مثل الملاريا. إلى الكاريكاتير.
هذا ما كان في جعبتنا اليوم، على أمل أن نلتقي بكم غدا في صدى أقلام جديد. دمتم في أمان الله ورعايته.